سوري سوري وعيتك. هلا مو مشكلة، خلص خليهم اتركهم. غريب، ما بدك تسأليني وين كنت؟ رح تقولي لي ليه ما رحت على العشاء؟ لا عادي، أكيد كان عندك شيء أهم. أصلاً كنت رح أتفاجأ لو جيت. سوري نايلة أنه ما رحت، بس كان في شيء كتير مهم. تعرف كتير انبسطت بهالعشاء، من زمان ما حسيت حالي مرتاحة كل هالقد. ليك أنا ما بدي أحكي بشي، بس بتمنى إذا في وحدة بحياتك من هالقد. فارس يمكن يكون ابنه العادل. شو؟ نايا، نسيت أنه قلت لك، بس أنا عم خبرك لأنه تعبان وماني قادر أحمل هذا السر لوحدي. أوكي؟ بس ما تقلق، من بكرة الصبح رح أبعت حدا وراه. ولا ممكن ماما تكذب علينا، مستحيل تكذب على بابا حتى، هيدا أكيد عايدة ألف هيدا القصة، لأنه كانت تحبه لعادل من زمان. عايدة كانت تحب عادل؟ شو خصهم ببعض؟ مشان هيك عم تفتري على ماما. رح شن نايا، رح شن من الصبح، رح شن قاعدة تفكر بهالموضوع. طب خليل، إذا هذا الكلام صحيح شو بدكم تعملوا؟ لا لا، أكيد أكيد لا، بس انتو لازم تعملوا فحص الـDNA.